بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سنخصص هذا اللقاء إن شاء الله لتشغيل نموذج مصغر لأضواء مفترق الطرق، وذلك باستعمال المراقب ميلينيوم 3 سمارت. نفتح برنامج التشغيل عبر البرمجية M3 Soft، ثم نختار نمط التشغيل مونيتورينج بالنقر على M للتحكم في المراقب من الحاسوب. نبدأ بديبار سيكل، فنلاحظ أن النظام يشتغل. يمكن المرور من تشغيل نمط النهار إلى نمط الليل دائما بواسطة الحاسوب. فنلاحظ أن التشغيل قد تغير. يمكن توقيف النظام نهائيا بواسطة الحاسوب أيضا. يمكن عزل الحاسوب عن لابي والقيام بالتشغيل اليدوي للنظام. فيشتغل النظام. يمكن المرور من تشغيل النهار إلى تشغيل الليل دائما بالتحكم اليدوي، وبعد انتهاء التعقيبة بطبيعة الحال وتوقيف النظام كليا يدويا أيضا. يمكن تعويض التحكم اليدوي بإضافة ملتقط ضوئي، والذي يسمح بتغيير نمط التشغيل من النهار إلى الليل ومن الليل إلى النهار. إذن بعد إعادة ضبط الملتقط الضوئي سنقوم مجددا بتشغيل هذا النظام. إذن عندما يخضع الملتقط الضوئي لضوء النهار تشتعل الأضواء التي تنظم عملية سير السيارات والراجلين، وبحلول الليل وعندما يحجب الضوء عن هذا الملتقط ينتقل النظام إلى اشتغال الليل، أي بجعل الأولوية لليمين، هذا بعد انتهاء التعقيبة. نسلط الضوء من جديد على الملتقط الضوئي فنعود إلى تشغيل النهار. بطبيعة الحال زمن اشتغال الأضواء يمكن التحكم فيه حسب الضرورة بتغيير التأجيل عبر المؤجلات الداخلية للآلي. بهذا نكون قد أنهينا هذا التطبيق. أستودعكم الله ودمتم في رعاية الله وحفظه.